الإعلام الرسمي الجزائري يواكب رسالة مساعدات مغربية إلى غزة بأخبار مضللة. المغربوفوبيا، حملة تضليل إعلام تلك التي انخرطت فيها وسائل إعلام جزائرية بما فيها الرسمية منها، عبر ترويج أمس لخبر تزعم فيه أن المغرب أرسل طائرات عسكرية مغربية إلى إسرائيل في إطار التعاون العسكري بين البلدين، مشيرة إلى تورط المملكة في الحرب ضد فلسطين إلى جانب الجيش الإسرائيلي، قبل أن ينكشف حقيقة أن الأمر يتعلق بمساعدات طبية أرسلها المغرب لفائدة الغزاويين بأمر من الملك محمد السادس الذي تكفل بجزء كبير منها من ماله الخاص، حسب ما أوضح بلاغ الخارجية. هذه الرواية تبناها الإعلام الرسمي الجزائري الذي استدعى بعضا من يسمون أنفسهم خبراء استراتيجيين عسكريين لتخوين المغرب والتشكيك في طبيعة موافقاته تجاه القضية الفلسطينية، منهم عميد سوري يدعى علي مقصود حل ضيفا في إذاعة الجزائر الدولية للتعليق على خبر تدعي من خلاله مشاركة المغرب بقوة عسكرية إلى جانب جيش إسرائيلي في الحرب ضد حماس، وهو الخبر الذي أثبتته مواقع مختصة في مكافحة الشائعات أنه مفبرك.